اهلا اهلا وسهلا، صباح الخير، صباح النور والفل والياسمين وكاع الورود الجميله. مهم كما تشوفوا انا ماشي في الدار، راني دابا في موريال. يلا حطني ابراهيم واحد القنت تما بعد مع الشارع هذا، ما كاينش فيني ستاسيوني غير نزلني ودا معاه الدراري. عرفتي علم الله كيدوز معاهم هذا النهار هذا. تخيلوا معايا اليوم خرجنا شويه بكري، مع ديك قول 8 ونص خرجنا من الدار، لانه عندي رونديفو حد صالون هنايا في موريال. انا راه فين ما نبغي هكا شي صالون نمشي عند المغاربه والجزائر وداكشي، كيعجبني نمشي عند، يعني كنحس براسي مرتاحه الا مشيت شي صالون هكا مغربي، كي يعني كتواصلي معاهم وتبارك الله حتى الخدمه ديالهم كتكون زوينه. المهم شوفوا لي الجو كيفاش صابح، ولا اروع، غزال، واحد الجو غزال. حتى هاد السيكتور هذا زوين، ونعرفتي فيه القهوي بحال داك ستيل في المغرب، ما نوريكم كتلقاي بزاف القهاوي. المهم هانتوما كتلقاي الطبيلات، الناس صابحين جالسين كيفطروا داكشي. المهم انا جيت دابا عند واحد الصالون ديال واحد السيده مغربيه، الله يعمرها دار عائشه، غادي نطلعكم معايا ان شاء الله. قبل ما نسافروا للمغرب خاصنا نديروا كما نقولوا ندور شويه بالحاله. باغا زعما باغا نصايب شحال من حاجه، باغا الكراتين شعري ضفاري. المهم خليكم معايا. بعدا كنضل العيالات كيحماقوا عليها، هادي كتحسي براسك والله العظيم. هادي البلاصات الماساج بيديكور، هاد الكريسي هذاك جالسه انت كيفيه الماساج في نفس الوقت. وهنايا البليصه، وهادي اللي بغيتها الله في اليديدات من بعد الشقه وتماره والطياب. عرفتي انا نوريك الالوان انا اللي كيحمقوني هادو، هو نفس اللي بني داير. هادشي الباك يجو فني وخلاص للصيف وداكشي. راه هاد اللوينات هادو زوينين، تبارك الله، وحتى البليصه مفوجه. والله الا مفوجه، تبارك الله. شوفوا لهيها الدخله بعدا كتستقبلك بجو جو الصيفي. صح، هذا ديكور دابا عايشه ياك. وانا ما عندك شي تبارك الله، انت كتستقبل عباد الله بالبليغات، ولكن اللي مشى لبسها ما خصوش يرجع نورمالمون. انا مع لاله عائشه هنايا غادي تشرح لينا الليزر. صراحه انا ما عنديش عليه شي فكره من المره. الكتروليز اها بوحدو. اها دونك الكتروليز سيت كيدو لي بوال بيرمانون. اها دونك سي بوال باغ بوال، هذيك بتيتي زغبه بزغبه كتحيد. باغ كونتخ لازير كتحيد اون كروس بارتي. انا في راسك ما كنتش عارفه الديفيرونس. لا لا الديفيرونس هي هذه. وانت شنو كتنصحي؟ كتنصحي انها تخدمي يعني زغبه بزغبه، ولا داك الشيء تحيد دقه واحده؟ شنو النصيحه هي؟ مثلا ملي كيكونوا لي بوال كثار غلاط فونسي، يعني نوار فونسي وبيان بران فونسي، من الاحسن دير اللازير. وهذيك 5% دي بوال كي غايست، حيت كيبقى واحد لي بوال رقي هذوك ما تحيدهمش اللازير، تحيدهم الالكتروليز. بصح حيت انا متفقه معك، متفقه مع حيت كاين واحد النوع اللي كيكون عنده كما قلتي شعره كثيف، صعيب انك تخدمي زغبه بزغبه. زغبه بزغبه غادي لاصه هذه عندها غير سوان دو فيزاج وداك الشيء اللي كتخدم به، يعني لا سير. هنايا لاباراي، هنايا هذا هو اللي كيشرح الشيما. دابا هذا تبارك الله ديال الطبقه تاع الجلد ديالنا. سبحان الله، دابا كتبان لنا الجلده رقيقه. عاوتاني عندها واحد البليصه، هذا زعما كتنصحي هو احسن شامبوان ديال المغرب. طانينو بلاستيك. طانينو تم بعد ان شاء الله. عافاك اختي عيشه وشرحي لهم الديفيرونس، حيت بزاف دايخ ما بين كيقول لك شو الطانينو حسن ولا البروتين ولا كلشي مزيان، كلهم كيف كيف قول لي. دابا هذا فيه لا كولاجين، هذا ديال كندا. هذا كيغاسبا ديال كندا فيه لا كولاجين. هذا فيه لا بروتين. بروتين وخلاص بيان سيغ. وهادو دي سوان، يعني دي سوان شوفو، هادو دي شوفو كاينين ديال الويل ديال موروكونايل. ديال الماريل فيه لاردون.
سيابيك لاركون تو. ودابا غادي ندخلوا في مرحله ديال التغيير، مرحله ديال التهلف الراس. غادي نبداو ان شاء الله دابا اول حاجه غادي نبدا. انا كنت بغيت ندير كيراتين، قالت لي اليوم ان شاء الله بدلي، حيت صراحه دائما كندير كيراتين. قالت لي اليوم ان شاء الله خدمي التانينو، وصراحه سمعت به بزاف التانينو عاوتاني هما كثروا، ولا دابا البروتين ولا البوتوكس ولا البوتوكس ولا بزاف الانواع. هذا دخل فيه بروتين، المهم هو اللي غادي نخدم ان شاء الله دابا هكاك. علاش غادي نحبسوا الكاميرا؟ احنا رجعت معاكم. ها هي انتصار دابا هذاك الشيء كيتغلغل في راسها. البرودوي دابا يلا غادي يخليناه يشد في الراس. شحال دابا غادي نخليوه اختي عيشه؟ نص ساعه. دابا غادي نخليوه هذا نص ساعه ان شاء الله في راسي، عاد غادي تدوز باش ديك الساعه كتبدا تخدم بسميتو بالليسور. دابا غادي ندوزو باش ما نضيعوش الفرصه والوقت، غادي نجيو لهاد البلايص الجميله جدا باش نقادو ان شاء الله الاضافه. المهم هانتوما انا نورمالمون بغيت كما تشوفوا دايره هاد الصباغه هذه، بغيت تمشي في نفس اللوينات. نفس اللوينات ان شاء الله. نقولها والله حتى تقولي لي انت عرفتي شدتني التلفه، لانه اكثر الالوان انا كيعجبوني كما قلت لك هاد الستيل هذا. الانوار وتا هادو زوين. هادو تما زوينين وصراحه حتى هاد واحد اللوينات هنايا هادو زوينين. هادو الحيره هادو صراحه ما في يدي لا ما كيجيونيش، هادو في الرجلين كيجيو زوينين، ملي يدين مع الصيف كيجيو هكا زوين. واحد السرعد هاد انشوف انت دايره نيت دايره هي هذا الرقيق زوين، حيت كاين اللي كيديروا كوش وحده، كاين اللي كيديروا غليظ. هو نورمالمون هو هذا في سميتو. شحال دابا هذوك كيبقاو اختي عائشه؟ هذا تيبقاو 3 سيمين. 3 سيمين هي ما تيتحيدوش بالديسولفون. خاصك تمشي دارو، خاصك تمشي عند الاستيتيسيان تحيدها. قررت على اللون، ها هو الاختيار. المهم عاونتني فيه اختي عائشه، لانه حرت في الاخر بقينا كنحطوا هاد الضفار هادو على يدي كنشوف اللي زعما جاني موالم. في الاخر اختارت واحد الرقم 7. دابا نوريه لكم، نوريهم بلاتي حقا اللي عجبني اكثر انها شوفوا الصبيغات باش كتخدم كلهم بيو ناتوريل. هادي حاجه عجباتني. ها نتوما عندها واحد لاكام واللوينات، يا سلام. اللون والله حتى اللون لا صعب باش تختاري. دابا ندوزو ندخلو الاظافر لاباراي باش تجي ثابت يطيبو. الخبز الفران والله الا كتحسي بواحد الحراره باش كيتبت عليهم هذاك لو جيل والبرودوي. ندوزو دابا ان شاء الله. دابا تقريبا هذه هي ثاني كوش، دابا وصلنا لها ياك؟ ثاني كوش باقي للطوب كوش. ها هي النتيجه النهائيه ديال الضفار. شوفوا تبارك الله على الكولور كيفاش دايره، شخصيا حمقتني لانها جات بارده وفي نفس الوقت تمشي لك مع كاع الحويجات كاع الالوان. هنا درت واحد الزويقه هكا حتى هي سامبل. ايوا صافي حلقنا على القضيه. صراحه فاش كتحلقي على القضيه كتعطيك ثقه في النفس. كتكوني فرحانه براسك والله العظيم. وهاد القضيه ياكدوا لي البنات فاش كنتو صبغتي ولا مشيتي المهم درتي شي شونجمون في راسك، والله العظيم اللي كتعطيك واحد كتزيد الثقه في النفس وكتقولي بعدا عطيت لا وعطيت لراسي الوقت وفكرت في راسي حتى انا. يعني فريمون انا كنت محتاج دابا سورتو قبل السفر كنت فريمون يعني ستريسي وهذا وهذا. قلت ضروري نخرج وقيته ونجي عند اختي عائشه الله يعطيها صحتها. لما الضفار ما شاء الله يعني هذا سميتو الشعر جا واعر 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 بزاف زعما خدمتك بروفيسيونيل ما عندي ما نقول. واهم حاجه انسانه طيبه، يعني كتجلسي معاه ما كتحسيش بالوقت. انا شخصيا والله ما حسيت بالوقت، حسيتو فهمتي التجمعات. المهم بنات ان شاء الله اللي بغاو يجيو عند اختي عائشه غادي نحاول نخلي لكم كونتاكت ديالها بيان سيغ في باغ دانفو، سيغتو البنات ديال موريال. بنات موريال راهي في موريال ان شاء الله نخلي لكم ان شاء الله تلاباج انستغرام ديالها اللي كتخلي فيها دائما الجديد عندها. تبارك الله بعدا كتجي من هنا تحسي براسك خرجتي عروسه كلشي. العائله كلها تهلات في راسها من صغيره لكبيره.
انا بعد قاديت الحاله ابراهيم حتى هو وولدي حتى هما حسنوا حتى هما قادوا الكويبات شعرهم. بنتي هي اللي بقات في الاخر مع بقاو خلطوا عليا الصالون مع قبلني قربت نكمل قلت لها طلع طلع مع حمقوا الدراري اللي كاين بابا فيا الجوع بابا فيا العطش بابا هادي حمقوه المهم بقاو طلعوا بنتي جات نيشان في اللقطه اللي كنقاد فيها طفاري جات قالت لي اجي اجي قالت لي انت قالت لي كلكم قاديتوا بقيتي انا قلت لها بلاتي بلاتي قالت لك لا والو حتى نقاد شي حاجه دخلنا تاي نقصنا لها شويه الشعر البرده حتى هي بردنا لها ضفارها حتى هي لصقات لها عيشه وحتى هي واحد لصقات هكا في الضفار فرحات بهم. المهم درنا لها الخاطر العائله كل اليوم كما نقولوا دايره بالحاله صافي. جينا دابا هنايا جالسه كنتسنى ابراهيم مشى لواحد المطعم يجيب لنا شي حاجه هكا نتغداو بها شي جدني الجوع مع ما فطرتش مولفين نفطر معطله اليوم كاع ما فطرت تخيلوا معايا كليت واحد شويه تاع اليوغورت صافي هادشي اللي كليت. تبارك الله بلاتي وبعد نقول لك خلي نقول لك بعدا بالصحه على الراحه وري وراك الكويبا جات واعره جات كزوان جات خطير. المهم اللي خاصو شي ممثل هندي بشي فيلم مغربي انا موجود واحد اللي فرش خد الدرب كامل وجد القرطاسه بيدي بحال هكا راني موجود زعما بغى يقول لكم زعما راه جيت بهاد الكويبا بحال الهنود هاكا نهضر حتى بالهنديه ها طمانطو ها شابانطو ها لامانطو ها كامانطو ها اللقصوصي لا لا وريني وري كويبا ولا لا بصح دور دور الجنب دور بالجنب الجنب الاخر لا لا جات جميله جدا ولكن المشكله ها كدوش صافي كتمشي لك لا كويبا صافي كترجع لاصلك قلت لك كلشي على هاد لا كويبا كتمشي لك لا كويبا خلينا نهضرو في الموضوع الموضوع ديالنا مزيان ساندويشات واعرين خطيرين تبارك الله داك الشيء ورينا شنو جبتي لنا انا انا كنثق في ذوقك في الاكل كاين جوج الحار وكاين ساندويش بلا حار تبارك الله عرفتي شنو هو المذاق ديالهم واعر من عند واحد الاخ مغربي الله يعطيه الصحه كيديرهم واعرين فكر من داك الشيء ديال شوف كيداير حل 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 هذا الحين الزيتون والبصله وداك الشيء المساء شحال ساندويشات المغرب هذا كيسميه باسطن تحيه الناس المغاربه ديالنا اللي ساكنين في باسطن هذا سمي ساندويش سميتو باسطن حتى ربما زعما معروف هذا السيل ساندويشات زعما ما عرفتش المهم سميه هو باسطن انا كناخذ عنده باسطن تبارك الله واعر ونشوف الجهه الاخرى هذا نفسه ولكن حتى هو غير هو حار حيت الدراري عندنا ما كيكونش بحار دونك خدينا شي حار شوف كيدير داكشي زوين مولف كتجي معندو الدجاج مولف كتجي عند الدجاج ولكن اليوم قلت نبدل شي شويه ناخذ الحال المهم اتصال فيه الهيمنه دابا حيد عليا قطعي عليا داك كوبي 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 الله يرحم بين الوالدين انا مكوبي كلشي جبتيهم كلهم كيف كيف كلهم كيف كيف عرفتي علاش؟ ما بقاش عم يقول لي لا انا بغيت هذه لا بغيت اللحم بغيت الدجاج الدجاج لما كتجيب داكشي كلشي كتقول لي كلشي وراه راه نقبه مع داكشي فريت الله يرضى عليك خذي بالصحه والراحه والله شي فرت عندو كيدايره شتي فكرني ما بوكاديوش زوين زوين بصح انا اللي كتعجبني عنده هذيك لاصوص هذه صوص هذه صوص الجيريان ايه صوص الجيريان صوص الجيريان ما عجبتني مختلفة شوية صوص الجيريان هذه 100% يلا سير ناكل فكرني ما بوكاديوش ياماش كان بوكاديوش يلاه بان في المغرب ما قرا نقول لكم في التسعينات كانت واحد الوقيته راه واحد الموجه كبيره ديال بوكاديوش بوكاديوش شنو بوكاديوش كان بنيه البايض وداك الشيء والفريت سبعة دراهم حتى 5 دراهم في وقتي كان بوكاديوش بصح من بعد ولا 7 شويه ولا بتسعود 5 دراهم فاش يلاه بدا كاين 5 دراهم كضرب هذاك الساندويش كتحس براسك كتكون فيه البصله مطيشه خز محكوك البيض مسلوق طون كلشي الروز 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 في الخبز الروز في الخبز ودابا كل شي واحد يدير الروز في الخبز كتجيك بيزار والله ديال الصغير كنت كنتمنى شي من بوكاديوش خدمني عنده حتى حد ما عمرنا خدمناه كنت مع السيفيات ديالي قول والله بصح تلقى في قطريان اها تسعة الابتدائي اها تنفعو السيفي مع السيفي تخيل مع السيفي ديال واحد فيه تسعة ابتدائي اش يكون لا واش بصح كنتي باغي تخدم عند شي مول باكاديا ما كتبش الله ربما كنتي كدبر على راسك على بكثرة ما كان عزيز عليك بوكاديا تقول تقول شي بدا يعطي ليا ديما خلاص حتى ناخذوا نهار القص يعني خلصنا يلا زيد الحمد لله غير تغدينا ونجمع عاوتاني الوقفه قالت لابراهيم عاوتاني السلام عليكم انا مشيت عاوتاني نخطب واحد البلاصه عرفتي راه ما كاين هاد الايام في الاخر راكم عارفين كيجري جري جري والواعره تخيلوا معايا غير خرجت بغيت نشعل مع الراديو بقى غدا منسى سمعوا راديو طحت في اذاعه باللغه العربيه اف ام 104.5 قلت الله ان شاء الله والله الا فرحت ما عاد بان لي هما الطريق كامله ما تلقى لي الاخبار ولكن زعما عجبني الحال ان يعني في راديو يعني في راديوات كندا كتلقاي راديو باللغه العربيه دايره شي حاجه زوينه غير هو ما عرفت صراحه اصله منين. المهم غادي نرجع نهضر معكم قلت لكم دابا خارجه باش نشري ان شاء الله البرودوي ديال شعر شامبوان ديال الكيراتين والكنديشنر بحال ديميلوغ ولا شي حاجه شي ما
ماسك يعني، كنت بغيت ناخذو من عندها، ولكن لقيت لاقام قالت لي سالات ليها. وجيت دابا هنايا نسولني تنسول هكا على شي برودوي اللي يكون مزيان هكا للشعر. وحاجه اخرى، واحد الشمته اللي دابا كلشي كيهضر عليها، الشمته، كلشي كيقول لي الشمته، وبزاف وصلوني لي ميساج. عندك نهار هذاك البلاغ اللي دار الملك محمد السادس انه تسهل مع الجاليه، وهذا يعني واحد كما نقول واحد المبادره عمرها ما كانت في التاريخ، انهم ليبيا ولو تلقاو باثمنه يعني ماشي غير رمزيه، شي حاجه اكثر، سورتو كندا وامريكا. مازال اوروبا مره كانوا كيلقاو دي بروموسيون مثلا مع طياره، يعني خطوط طيرانيه اللي كتكون رخيصه بزاف بعض المرات ولا هذا. مي كندا باش تلقاي بيه ب 500 ولا 600 دولار، هذه راه شي حاجه اللي عمرها ما كانت في التاريخ. بزاف قالوا لي انا ريت شمتنا، كاين شي وحدين كيقول لي كيفاش ردوا فلوسنا، كيفاش يرومبورسيو لينا الفرق، كيفاش مثلا بزاف. انا شخصيا ما عندي حتى شي فكره، وما ما ما اخر حاجه نفكر فيها هي نبدل البيه ديالي. اول حاجه لان البيه ماشي يلاه مقطعه، بيه دي راه كما قلت لكم من الصيف اللي فات وانا مقطعه، واضطريت انني نزيد هذيك الديفيرونس ديال 550 دولار. ابراهيم مازال اللي كيتعتبر من الناس الاخرين اللي قطعوا، حتى هو قطع غالي شويه، مي حتى هو يعني كيقول لي انا بغيت نبدل كاع، وانا بغيت كاع يرومبورسيوني. اول حاجه السيت ديال لارام مبلوكي من نهار تقريبا خرج هذاك البلاغ، كلشي تقريبا كلشي مشى طايري، بدا قطعوا. اتي تبارك الله باش 120 الف شخص يقطع في نهار واحد، هذا راه رقم خيالي يعني ما شاء الله. وشي حاجه اللي كتفرح ان الجاليه غادي دير هجوم على المغرب، تاني ما كانوش كاع كيفكروا يمشيو للمغرب، غادي يمشيو ليه ان شاء الله، الله يوصلهم كاملين بخير وعلى خير. مي الشمته الكبيره اللي بزاف جاو عندي وبقى فيهم الحال، سورتو الناس اللي يلاه قطعوا مؤخرا وقطعوا بثمن. مثلا كاين شي وحده قطعوا بكندا ب 1400 1500 دولار، يعني الدريبل تاع الثمن. وسورتو قد ما كانت العائله كبر، حيت نورمالمون فاش واخا كنتي كتقطعوا نتوما ثلاثة ولا أربعة الناس نفس الثمن كتقطعوا به، مي يعني المساعدة اللي كانت زوينة في هذا البلاغ هذا اللي دار الملك، هو أنه قد ما كان عدد الأسرة ديالك كبير، مثلا شخص واحد كيكون مثلا هنايا مثلا كندا دايرين مع 600 ولا 700 دولار، كنتوا جوج أشخاص كتقام عليكم مثلا بهذا الثمن، كنتوا أربعة الأشخاص كيتقام عليكم رخص، يعني هذا يشجع أن العائلات كلهم يمشيوا للمغرب. ولكن عرفتي راه خرجوا الضحك على هذا الشيء، قال لك دابا شي وحدين كيقول لك دابا أنا مقطع ب 1500 دولار، اشنو احساسي انني جلس حداي واحد مقطع ب 500 ولا 600 دولار، اشنو ندير ليه؟ قلت له واش في نظرك شنو ديروا لهم مثلا؟ تقول لهم لا حطوهم في بورت باجاج، راه صافي سبحان الله، هذاك شي ارزاق يعني، واحد رزقه انه ما كانش كان ما كان هاز الهم البيه انها جاته غاليه وتدار بناقص نيس من المغرب، وسبحان الله جا هذاك رزقه انه يقطع. هذا ما يمنعش انكم مثلا تقدروا تسولوا على راسكم. انا عارفه دابا السونتر دابيل ديال لارام ما تلحقيش عليهم، ثمن السيت ديالهم عرفتي راه كيبقى مبلوكي بالسوايع، يعني باش يرومبورسيك ولا باش تهضري ولا شي حاجه. حتى الناس اللي مقطعين مع لي زاجونس راه عرفتي راه حريره نايضه، عرفتي راه مقاتله نايضه على لي غومبورسمون. وحتى مثلا الليبي مثلا جوان جو كخوا بلان ولا بلان، سميتها جويي بلان، يعني مثلا دابا اللي باغي يلقى شي حاجه ربما الاوت ولا سبتمبر، يعني كاع لي دات ديال العز الصيف كلهم عامرين. وحتى مثلا بغيتي رومبورسي وكتقطعي ازيرو، ما تلقيش لا دات اللي انت بغيتي، يعني كما نقولوا ديروها في يد الله ويعوضنا ربي، يعني ما عندنا ما نديروا. المهم كما نقولوا اللي الناس اللي قطعوا بالغلا يديروا راسهم ما شافوش هذا البلاغ هذا، يديروا ما يركزوش معاه وصافي، باش كما نقولوا يدوزوها وصافي. مي الا لقيتوا شي حل انكم كيفاش يرومبورسيو لكم الفرق، ما تنازلوش يعني، ما تنازلوش على حقكم. كاين ربما اللي بزاف يقدروا انهم يتواصلوا معاهم، يبقاو يجربوا يعيطوا حتى يتشدوا ليهم مثلا في سونتر دابيل، ويديروا معاهم هذيك الساعه شي حل. المهم انا وابراهيم صراحه ما حاولناش نصدعوا راسنا، لانه دابا اصلا ما بقى قد ما فات، يعني بقات ايام معدوده للسفر ديالنا. ثاني حاجه يعني واخا نبغيو مثلا انيري ونعاودو ناخذو، راه ما يمكنش يعني امبوسيبل تلقاي شي طياره في هذيك لادات اللي حنا باغيين.
ايوا صافي الحمد لله على كل حال. ومبروك الناس كاملين اللي قطعوا بالرخاء، مبروك عليكم ان شاء الله، الله يلاقيكم مع احبابكم ان شاء الله بخير وعلى خير، وعطله سعيده للجميع يا ربي، تمشيو ورجعوا في النجاه يا ربي العالمين. دخلت مشيت عند السيده نيشا اللي خدامه هنايا ووفرات عليا الوقت، داتني نيشا لها الشامبوان هذا واللي هو ديال الكيراتين بيو، اهم حاجه ما فيش بارابين ما فيش سلفات طبيعي. المهم لقيت هذا وبيان سور كيخصني ضروري ديميلور ديالو، المهم بجوج بهم تقريبا دايرين شي كذا 40 50 دولار بحال هكا، ولقيتو ما عرفتش دايرين دي بروموسيون واعرين واعرين في المكياج. انا المهم بيني وبينكم ما خصني لا مكياج لا حتى حاجه، مي بغيت غير نوريكم واحد النوع تاع الكره، بغيتي تعرضي تاكلي وتشربي وتمشي تبحري وتمشي تعومي في لابيسين، ومهم ديري كل شيء وما غاديش يتحيد لك اللي هو هذا النوع هذا، هذا ديال ميبيلين نوريه لكم، هذا ميبيلين مات، وهذا هذا خطير خطير، هو زوين للعرايض يعني اللي بغيتي ما تبقيش مضاربه مع العكر ما كيتحيدش، بعض المرات راه يدي لك حتى 48 ساعه زوين يعني اللي بغيتي تكوني مهنيه من جهته، غير هو جلاخه الجب ما حيدو لك فيه لوينات، مي انا يعني كنفضل نمشي مع مثلا هاد اللوينات هادو اللي خفافين، فينا هما هادو هاد اللوينات خفافين، مي هادو مجهدين شويه قاصحين. المهم راه داير نورمالمون 12 دولار، شوفوا شحال داير لي دابا دايرين 96، يعني هو اصلا قليل فاش كتلقاي فيه شي بروموسيون. تم حد بلاصه ديال الدوايات والكريمات وداك الشيء، قلت ما يمكنش ليا ما نوريكمش هاد البوماده هادي، عرفتي ديما كنقولها نوريها للبنات نوريها للبنات، هادي هي البوماده الصفراء ديال المغرب تماما، هي ديال البوماده الصفراء ديال المغرب، يعني لا نطفك شي حبوبه دهنيها وشي جرحه بغيتي ما يبقى السيكاتريس ديريها، هي هذه عقلوا عليها البنات اللي هنا في كندا ولا اللي يلا ان شاء الله مقبلين على كندا، هي هذه راه كتنفعني فيما تبان لي شي حبوبه نمشي نطلعها لها هذيك عشق المغاربه البوماده الصفراء، هي هذه ديال كندا، غير هذه ماشي ما رخيصاش بحال ديال المغرب، هذه كتلقاي دايره بروموسيون 10 دولار، الثمن ديالها تقريبا العادي شي 12 13 دولار، مي صراحه زوينه المفعول ديالها خطير خطير، لا تصحابوا كندا تاهي ما عندهمش البوماده الصفراء ولا شي حاجه، محبوبه الجماهير. غادي معكم واحد البلايصه كتحمقني بكثره داكشي كله فيها صغيور، هذه انتم تشوفوا كبيره مديرين فيها كاع مثلا الا غدا شي تصافيره صغيره بغيتي دي داكشي يعني قد لا تخص صغيور، المهم هانتوما مثلا باندوش كشوفوا كريم ديال الجسم صغيور داكشي زوين، كتلقاي مثلا بارفو هاد لي باك هادو فيها كريم فيها المبرد فيها كلشي، شوفوا لي كلشي على ديودورون ديودورونت الرجال شو قديداش زيت شعر ستيك مثلا هانتوما ستيك تاع الرجال قديداش صغيورة، المهم هانتوما يبان ليكم سبراي الكريمات كلشي داكشي صغيور محدق، ميم لي دونتيفريس هانتوما داكشي كيديروا الحجم صغير، هذا مثلا الماوث واش حتى هو هكا صغيور الكريمات، وهنا الا تخص اللي كينظموا لي فاليز راه هما، وهادو كيديروا لك مثلا القريعات اللي بغيتي تعمري داكشي ديالك هكا ديال الصفر كاين هاد القريعات، وميم مثلا هداكشي اللي كيبغي لادابتور ديال التليفون شارجور داكشي ها هو لادابتور، القفوله الميزان هاد الميزان ها هو الكبير. المهم خديت هذيك لاكام وجيت كنجري بحالي، لانه اون فوا كنطول دورا في هذاك المحل كنلقى راسي وليت في شي حوايج ما باغاهمش، دزت البوسطه لقيت راسي انا واصله لي كوليه صغيره، وابراهيم لقيته واصله كوليه كبيره قال لي فإن ما هدايا هذا. المهم غادي ندوز ان شاء الله دابا ندخل الدار، بغيت قبل ما ندخل شوفوا لنا تبارك الله وريداتنا، عرفتي ابراهيم دابا راه فرحان مع هذا الورد هذا راهو هذاك اللي زارع بدا تبارك الله كيتحل، راهي وحده شوفوا هذوك الصفيفرين حتى هما، ابراهيم دابا عرفتي كل وحده كتحل كتلقى حافظه بالتاريخ فوقاش تحلت، كيقول لك اليوم تحلت مع 8 الصباح هذه تحلت مع 3 العشيه. ورجعت دابا البيت اللي ولا كيخلعني هاد اليامات هادو هو اللي كنجمع فيه الباكاج الربوج الربوج، غير هو الحاجه الوحيده اللي درت البارح قلت صافي نوضي انت صرج معايا راسك، مشيت جبت كاع داكشي اللي تقديت مؤخرا حاولت نقسم هذاك الشيء مثلا اللي شاريه لولادي طلعته لبيتهم باش نجمع لهم لي فاليز ديالهم تما، هذاك الشيء ديالي حطيته اكوتي، وداك الشيء اللي شاريه بهكا دي كادو حاولت نفرزو يعني كنقول هذه تفلانه هذه تفلانه، المهم حاولت نقسمه سهل عليا، المهم راه يبان لكم تما داكشي مرون، المهم انا في دماغي راه عارفه شنو كاين، ولكن واحد سله عندي اش غادي نقول لكم دابا تقريبا اكثر من شهر الفولارات اللي لبست ربما اكثر من شهر من رمضان كنلبس نحط لبس ونحط، لانه انا كنكره انني نشد الفولار، نفضل انني كناخذ سله ونجمع فيها مثلا كاع الحوايج والفولارات اللي كنعجز انني نطويهم، نبقى نجمع 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 حتى ندير وقيته ونتكرم وندير عقلي ونجلس نطويهم مع ما كنحمش نطوي، ولا انني نبقى نشد داكشي نكمشو نخشي ندكس في البلاكار. ومع انتم دابا تخيل معايا السله هذه كلها
غير الفولارات اللي كنت كنلبس في هذا الشهر هذا الاخراني هكاك. علاش دست؟ اول حاجه غادي ناخذ هادو هي نورمالمون هي فاش كننظم باش نوريكم ان شاء الله، حيت بزاف كيقول لي انتصار تبارك الله باين عندك فولارات كثار كيفاش كتنظميهم. المهم هانتوما بالنسبه للطويه جربوها وتفكروني، كتبقى زوينه مقاده وفي نفس الوقت ان الفولارات ولي شال ديالكم ما كيتكمشوش. المهم انا مثلا كنستعمل غير لي شال، كنجي كنحلو هكا على طولو، من بعد كندير الراس على الراس، هانتوما كنطوي على جوج، كنبقى غادا جوج بجوج، عاوتاني كنزيد نطوي على جوج، عاود كنزيد نطوي على جوج بحال هكا، عاوتاني على جوج حتى كيولي على شكل مستطيل، واخر حاجه كنزيد عاوتاني نطوي على جوج، نكركبوها هكا 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 صافي، وكيجي هانتوما ساهل. ما دابا مثلا انا هادو فولارات بوحدهم، مثلا هذا عاوتاني يعني واحد الموديل بوحدو، هذا راه ياكم راكم عارفينه، غادي نوريكم كيفاش كيجيو في الاخر. مثلا كنشد هذا اللي وريتكم، هذا هو اللي كنخدم به، كنخدم بالديغراديات، يعني مثلا هذا جمع فيه من الخضر ديغرادي وغادي الازرق. غنوريكم مثلا كتعرفوني كنلبس انا داكشي الباج والمارون بزاف، هانتوما عاوتاني هذا باج مارون، المهم دوك اللوان اللي باردين غادي ديغراديات مع بعضياتهم. عاوتاني غادي نمشيو العشاق عشاق الغوز والموف داكشي، عاوتاني هانتوما غادا ديغراديات بوحدهم. المهم كنبقى غادا بحال هكا نوريكم، هذا هو المجور اللي كنجمع فيه، كيجي يهزهم ليا مزيان. ومرا اختكم يومين وهي كطوي في الشالات باقي مبغاوش يتقادوا. هانتوما كيفاش كيجي داكشي، مثلا هذا الموديل هذا ديال بيرلا، بزاف غادي يقول لي انتصار تبارك الله زعما كتشري الالوان داكشي. اول حاجه انايا يعني كانوا عندي لي شال بزاف، مي بزاف منهم كنت حيدتهم سورتو ملي بديت في يعني الموقع ديالي ديال الفولارات. فاش درت هذيك الساعه قبل ما نبدا ندخل الموديل، كنت كنمشي عند الفورنيسور اللي نتعامل مع عنده، كنشري كاع الالوان، يعني كنت كنشريهم كيتقاموا عليا غاليين، مع كانوا كيصيفطوهم ليا اكسبريس وداكشي، باش كنجرب البرودوي واش عجبني ولا ما عجبنيش، عاد كنحط لا دوموند وكنشوف اللون اللي مثلا غادي يكون عليه الطلب بزاف. يعني مثلا شتو الالوان ما غاديش نلقاهم عندي في الموقع كلهم، مثلا فاش كنت كنمشي للخضر كنشوف مثلا شكون الاخضر اللي اكثر عليه طلب بحال هذا، مثلا الزرق شنو اللي عليه الطلب هذا وهذا، فكنت كنضطر انني نشري لاغام كامله باش نختار مثلا اللون اللي غادي يكون عليه الطلب. المهم هذه الطريقه كما قلت لكم اللي كنطوي بها وكننظم بها لي شال، واهم حاجه دوك السلات راه كينفعوا دابا تبارك الله، ولاو السلات بخمسة دراهم، تاخذي دوك البلاستيك خمسة دراهم وداك الشيء كينظموا مزيان، يعني حتى الحويجات الرقاق حويجات هكا الصغار ديال الوليدات وداك الشيء يعني كيجي هكا كيبقاو منظمين، سورتو في المجوره. اما التعلاق الفكره ديال انني نعلق الفولارات ما تخيلوش شحال جربت من علاقه، ما خليتش كاع الانواع شريتهم، ما عادش فحال لي. اول حاجه كيصعب عليا انني نلقى اللون اللي بغيت، ودغيا كيترونوا بعض المرات كتجيب لي واحد كيترون لك الاخرين. واهم حاجه كما قلت لكم باش تبقاو دائما منظمين، بيان سور ما يمكنش لك دائما تبقاي جالسي كل فولار لبستي غادي تطوي، بعض المرات كتكوني مزروبه مدعوقه ما عندكش الخاطر. دابا غادي ندوز نوريكم الشكل النهائي كيفاش كيجيو الفولارات منين كيتنظموا. المهم دابا كما تشوفوا كل مجر كي تقريبا كيهز ليا ثلاثه تاع الصنيديقات او هاد لي بواط هادو. كما تشوفوا الفولارات كتجي ساهل، كتمشي اللون نيشان كتجبديه، وكيبقاو الاخرين يعني مقادين ومنظمين. المهم ها هو المجير الثاني حتى هو لا ميم شوز. المهم هذا مثلا بالنسبه للجاسمين كما تشوفوا انا كتشريت لاغام كامله، مي في الاخر اللون اللي رصيت عليهم دخلت الموقع هذا وهذا 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 وهذا، هادو يعني مثلا هادو هما ثلاثه الست الاول اللي جاوني مثلا يكون عليهم طلب. نفس الشيء بالنسبه للبيغلا، نفس الشيء بالنسبه للفورينا، فورينا مثلا دخلت هادو كاملين من راس الراس، هاد جوج مثلا اللي ما دخلش بزاف، يعني بحال هكا انا كيفاش كنت كنخدم يعني السيت قبل من نبداه. وهنا راه مازال كما تشوفوا باقي عندي واحد دوك الزيوفه صغيورين، هادوك مثلا حتى هما باقي ما درتش لهم بلاصتهم. هنايا حتى هو مثلا هذا المجر هذا كما تشوفوا هنا دايره غير لي سانتور، وهادو لي زاكسيسوار اللي كيكونوا مع الفولار، يعني هادوك هادو بحال البونيات اللي كيكونوا، هادو ديك النينجا سكارف مثلا، النينجا سكارف حتى هو مشيت بنفس الكونسيبت. هانتوما يبان لكم عندي كاع الالوان فيه، مي مثلا فاش دخلت غري، دخلت البيج، دخلت الزرق، دخلت مثلا هاد الماغون، هادو مثلا كون دخلت هاد الموطارد وهاد الفوشيا وهذا وهذا مثلا ما كاينش يكون عليهم الطلب، وحتى الناس ما كيسولوش عليه
ليهم. وبهذا الزوينه ديالي غادي نخليكم هنايا عاد باقي تابعنيش لا طويا. عاد دابا تفكرت باقا تابعني واحد سله الصبايم تاع حوايج وليداتي عرفتي تفكرت وانا نتكريزه. ومهم نتمنى اهم حاجه تكونوا دوزتوا معايا نهار زوين، وخا صراحه كان مشارج يعني من حاجه لحاجه، ولكن اهم حاجه هي حيدت عليا راسي. مشيت تليت في صبيعاتي وتليت في شعري، لانه انا الكيراتين كان خاصني كنديرو ضروري، يعني ما يمكنش لي ما نديروش كل صيف. سورتو انا مع لابيسين البحر كثرت تدواش مع الصهد وداكشي، كنبغيش نبقى مبرزطه مع شعري، كتبغي صافي يعني كينشف كينشف مسرح. وكما قلت لكم ان شاء الله غادي نحاول نخلي لكم كونتاكت ديال اختي عائشه اللي كاينه كما قلت لكم الصالون ديالها في مغيال بالضبط في سان ميشيل، المهم بنات مغيال غادي يعرفوه. وراه كما شفتوا كدير كلشي ما شاء الله عليها، من لي سوان فيزاج من ليزر من كلشي يعني مانيكور بيديكور الشعر كلشي كلشي كديروا تبارك الله عليها محترفه. وغادي نخليكم هنايا وتهلاو في راسكم وبوسه كبيره ليكم، كنضرب لكم ان شاء الله موعد فيديوهات وروتينات وشي حوايج جديده وسفر يا ربي سعيد جميع الجاليه، سواء يعني اللي على برا غادي للمغرب واللي حتى ان شاء الله مسافرين في المغرب. ان شاء الله كنتمنى لكم عطله سعيده ونجاح ان شاء الله لكاع الوليدات. يلا بوسه كبيره ليكم، باي باي.